بسم الله الرحمن الرحيم. انا قبل تجنيدي تاثرت بالنكسه وكان سني صغير وما كنتش يعني مش متضايق من اسرائيل ازاي تاخد ارضنا، يعني كنت صغير. اول ما دخلت الجيش كان املي انا اروح الجبهه، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى عشان انا احب مصر ربنا وداني جبهه على القناه، وفعلا كان يوم العبور ده اسعد يوم في حياتي، اسعد يوم في حياتي. وان شاء الله والان الرجل الغلبان الفقير كان النصر على انا وزمايلي يعني بالقياده العسكريه والجيش المصري، انتصرنا على اسرائيل واعترف بانتصار مصر العدو قبل الصديق. وحرب اكتوبر تدرس الان في جميع المؤسسات العسكريه، والجيش المصري اقوى جيش في العالم. واشكر الرئيس السيسي انه هو من القوات المسلحه، وهو الراجل اللي هدف عن مصر، السيسي ده من راجل القوات المسلحه. بعد العبور قدرنا نعملها، اشتركنا في قصر العقيد على السيف الهجوري وتدمير اللواء بالكامل هو اللواء 90، والحمد لله. وبرضه مصر النهارده وبكره وبعده انا الراجل الغلبان في ده مصر، وما نرضاش واحد يجرح مصر ملي، لان مصر اللي يعرفها ناسها، وانا مصري شارب من نيلها. انتهت الحرب، بلعت ندور على وظيفه، نقدم الورق ونحط شهادة حرب اكتوبر، اطلع ورا الوقت تخش، اطلع ورا الوقت تخش، اطلع ورا، واخيرا لغايه ما طلعت على المعاش. لا معاش من الدوله ولا شقه ولا عربيه، ولا مش عايز الحكاوي دي، بس انا عايز الدوله. ليه ابن وحيد؟ عايز يعني ابن وحيد ده لما يتعين وتعين الدوله يحب الدوله زيي، يبقى ازاي ابوه دافع عن الدوله وهم ما يعينوهش؟ لو ما فيش وظيفه في الدوله برضه يقول وظيفه، ما في ناس هتتعين كده وكده في البنوك وبتاع، مش عايز نتكلم. فانا املي وتقدمت المحافظ قال نعين لك ابنك عشان خاطر انت حضرت حرب اكتوبر، عامل نظافه على الصندوق الاجتماعي لسنه فقط، يعني كي واحد واخد بكالوريوس في الاجتماعيه يعينوه عامل نظافه؟ لا بتيجي ازاي دي؟ والناس اللي بطها ما شافتش حاجه انها شغاله في البنك، وتعال نوريكم الناس اللي شايفه في البنك انا دي جت من وين؟ اباتها طبعا واصله. احنا وطن في ربنا، وربنا سبحانه وتعالى عشان نحب مصر هيحبنا، وان شاء الله ربنا يكرمني باذن الله تعالى ان الدوله تساعدني شوف لي معاش انا او يعينوا ابني. طب انا هنقول له بلدينا حتى بيت ما معيش، الحته اللي قاعدين فيها دي بتاعت واحد من جيراننا. قال لي راجل ما دام الصحافه جايه لازم كمان نستر مع الناس، وادينا يا ريت الناس تشوف واحد تلقاه يدور لك على شقه وهو ما عملش حاجه للدوله. طب انا اللي اخذت 8 سنين على الجبهه وما كنتش ننزل اجازه الا كل 3 شهور عشان عاوز نحضر الحرب، وربنا كرمني حضرت الحرب وكنت فرحان، والحمد لله رب العالمين. اشكر الدوله وانا للدوله النهارده وبكره، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل، بطل جمهوريه مصر العربيه وبطل العالم العربي كله السيسي، لان مصري اصيل من القوات المسلحه. تحيا مصر وتحيا القوات المسلحه المصريه، والله اكبر.